نكمل صباحك مسك وبنصبح بالخير والمسك إن شاء الله على الدكتور مصطفى حامد أغلو الأخصائي في الأمراض الداخلية والبدانة والسكري. دكتور صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين والمتابعين، صباح الخير والأمل وصباح السكر بدون سكر. ما أنا كنت بدي أقول لك صباح السكر، خفت تزعل مني بقى. يسعد صباحك دكتور. يلا صباح العسل بدون سكر. الله يسعدك دكتور مصطفى. بدي أبدأ معك بسؤال، يعني هو دارج كتير بالمجتمع وبنسمعه كتير، ما بعرف، بدي منك تأكيد طبي، هل الضغط النفسي والتعصيب بيؤدي إلى السكري؟ مما لا شك فيه، يعني أكيد. يعني هنا بالنسبة للسكري، أولا يقسم إلى أنواع. هناك قسم، النوع الأول المعتمد على الأنسولين أو النوع الشبابي أو الولادي، وهناك السكر النوع الثاني. يعني كثير من المرضى يعني يقولون إنه أنا ما كان عندي سكر، وفجأة على أثر زعلة أو على أثر خوف أو أثر رعبة طلع عندي السكر، وهذا صحيح. صحيح. يعني يكون الإنسان هناك عنده استعداد وراثي واستعداد بيئي، لكن يحتاج إلى يعني شيء خفيف، إلى من يطلق الزناد. فهذا الزعل وهذا الستريس، هذا القلق، هذا الخوف، هذا الرعب، ممكن هو الذي يكون قد يعني أطلق الزناد، و يعني ظهرت علامات السكر بشكل واضح. طيب يعني هي أيضا هناك اسس دكتور، اذا هناك علامات، بدي احكي عن هاي العلامات، يعني بدي اسال عن الاعراض. اذا يعني تقول موضوع الحاله النفسيه والستريس اللي عم نعيشه هي اساس، هناك في بادره يعني اليد على الزناد، مجرد ما انت عصبت صحيح. او صار هناك ستريس خلاص انطلق السكري. طيب الاعراض دكتور، الاعراض اللي ممكن نلاقيها عند الاطفال، وسلامه بدي اقول سلامه قلوبكم جميعا يا رب، الله لا يضر حدا، عند الاطفال او عند الكبار. دكتور تفضل. طبعا هناك علامات كثيرة وتختلف من الأطفال إلى السكر عند الكبار. بالنسبة للأطفال، هو أولا السكر الأطفال ليس وراثي بالدرجة كبيرة، هو أكثر شيء هو مناعي، لذلك يكون فجأة يعني بدون أعراض مقدمة. ربما يكون التشخيص من خلال غيبوبة السكر عند الطفل، فهو يبدأ بشكل مفاجئ بدون أعراض، الأعراض المعتادة التي نعرفها ونراها وتظهر عند المريض لفترة طويلة عند الكبار. أهم الأعراض هي أولا شرب الماء الزائد والأكل الزائد والتبول الزائد، التبول الليلي، زيادة الوزن، فقدان الوزن، هذه العلامات الأساسية الرئيسية. أحيانا كثير من المرضى مع الأسف، يعني لدينا نحن الإنسان عنده نوع من محاولة التبرير. فعندما تسأل المريض مثلا هل يعني تذهب إلى الحمام بالليل، فيبرر بأنه يشرب ماء كثير. أو عندما تسأل المريض هل تذهب إلى الحمام كثير، عندك تبول كثير، يبرر بذلك بأنه هو لأنه يشرب ماء كثير، بينما هو لأنه مصاب بمرض السكر. لذلك العلامات الأساسية التبول الزائد، شرب الماء الكثير، الأكل، العطش، نشفان الريق، والتبول الليلي. احيانا قد يظهر بعلامات غير هذه العلامات الكلاسيكيه الواضحه، مثلا كثره الالتهابات البوليه خاصه عند النساء، عدم التئام الجروح، الحكه بالجسم، فهناك علامات اخرى قد تكون هي علامات السكر. طيب دكتور حامد، دكتور مصطفى، دكتور مصطفى، بالنسبه للتبول هذا معرض موحد عند الصغار والكبار، يعني كثره التبول مثلا؟ بالنسبة للصغار، طالما يعني الأعراض قد أحيانا كثيرة لا تكون واضحة، يعني لأن التشخيص يكون بشكل مفاجئ وبشكل غيبوبة، لكن أيضا يعني زيادة الوزن، فقدان الوزن، هذه من الأعراض العلامات التي قد تكون عند الأطفال. لكن أكثر شيء يعني الملفت هو أنه يكون بشكل مفاجئ وبشكل طيب. دكتور مصطفى قبل ما اروح لاسئله الناس، وانا اسمح لي عم احاول اقاطعك كثير لانه عندي كثير اسئله وعم استغل معك هذا الوقت، وبدي احيي هالعصفور الحلو اللي على كتفك، خليه كثير لذيذ. يعني المشكلة لا بعده صار صعب. لا اتركه دكتور، ما في مشكله، يعني منور انت وياه ما شاء الله، حمامه السلام باذن الله. الله يسعدك يا دكتور حامد. هلا بالنسبه لموضوع الاطفال تحديدا، قبل ما اروح لسؤال الاخ اورجي، كيف نقي أطفالنا من السكري؟ يعني يمكن هذا السؤال اليوم هلا عم يراود كثير من الأهالي، كيف نقي أطفالنا لا سمح الله، برجع بقول سلامة قلوبكم جميعا، من التعرض للسكري أو لنوبات السكري؟
طبعا مريض مرض السكري مرض يعني له جوانب كثيره وله شجون، يجب ان يعني يحتاج الى ساعات كثيره. مع الاسف اليوم نحن قلنا ان هناك نوعين، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول هو المعتمد على الانسولين، والنوع الثاني هو النوع الكبار الغير معتمد على الانسولين. مع الاسف بدانا نرى النوع الثاني عند البالغين، عند الاطفال، يعني في عمر الشباب، في عمر الاطفال لنقل، بدأنا نرى النوع الثاني، وهذا بسبب زيادة البدانة التي بدأت تظهر عند الأطفال. أكبر اليوم عامل سلبي أنا أرى هو زيادة الوزن، زيادة الوزن أو البدانة عند الأطفال في عمر مبكر، والحياة التي بدأنا نبتعد عن النشاط البدني والأكلات الجاهزة. هذه العوامل الثلاثة بدأنا نراها عند الأطفال، لذلك كما قلت بدأنا نرى سكر نوع ثاني غير معتمد على الأنسولين في سن مبكرة عند الأطفال بسبب البدانة وبسبب تغير نمط الحياة السلبي. لذلك سنتكلم ربما في العلاج عن أهم نقطة في علاج السكري، وهي تغيير نمط الحياة. جميل دكتور، بعجالة عندي سؤال من الأخ أورجي، يقول لدي القياس الصباحي للسكر من 100 إلى 114، وبعد الأكل بساعة لا يتجاوز ال 140. أنا غير مصاب بالسكري، عمري 50 سنة، هل هناك خطر لاقتراب السكر مني؟ تعليقك دكتور. نقطة مهمة جدا جدا، يعني لدينا سلبيات كثيرة في تشخيص السكر مع الأسف، ورغم أن تشخيص السكر هو أمر بسيط جدا وأيضا معالجة السكر. هذه الحالة تسمى هو لديه خلل في السكر، خلل بالسكر الصباحي. يعني عندما يكون السكر الصباحي أكثر من 100، من 100 إلى 124، هذا معناها لديه خلل في السكر الصباحي، معناها هو في مرحلة ما قبل السكري. مرحلة ما قبل السكري هي مرحلة ذهبية يجب الانتباه لها. لذلك إذا كان يعاني من زيادة وزن، إذا طبعا يحتاج إلى فحوصات أدق، يعني التحميل، فحص تحميل السكر لنرى هل هو عنده سكر أم لا. لذلك يجب أن نتعامل مع هذه المرحلة بدقة، وكأنه مريض سكري يجب الانتباه، يجب تغيير نمط الحياة، تخفيف الوزن ومتابعة السكر بشكل دوري. طيب سلامتك يا أرجي. دكتور، هل تنصح اليوم المتابعين أنه بشكل عام تنصحنا أنه يكون في عنا جهاز فحص سكري في المنزل، يعني من باب التشيك الصحي اليومي، يعني حتى واحد يطمن أكثر، ولا كيف؟ طبعا يعني هذا خلاف كبير، طبعا يعني جيد انه نحن نشيك، خاصة للاشخاص الذين يعني في العائلة يوجد عندهم مرض سكري، الذين يعانون من زيادة وزن، الذين اعمالهم مكتبية ولا يوجد حركة بدنية، اذا لديهم امراض اخرى، فيجب التشيك طبعا على السكر، لكن بدون ان نذهب الى النقيض من ذلك، وهو توهم المرض والكشف يوميا بدون اي مبرر، والإجراء الفحوصات الغير لازمة والغير مبررة بشكل يعني أكثر من اللازم. فنحن نحتاج إلى أن لا نهمل علامات السكري، الذي لديه علامات أو بالعائلة يوجد سكر أو زيادة وزن، أن يشيك على السكر، لكن بدون أن نذهب إلى النقيض من ذلك. نعم، ماذا عن العلاج دكتور حامد؟ ما هي يعني اليوم، هل العلم يتطور يوم بعد يوم؟ هل هناك أخبار مبشرة لمرضى السكري؟ كما قلت اليوم نحن لدينا أولا التشخيص، مع الأسف نتأخر بالتشخيص، يعني مريض السكري يأتينا متأخر من 6 إلى 7 سنوات مع الأسف الشديد، رغم أن سهولة تشخيص السكر لا يزال مريض السكري يأتي متأخرا، يعني التشخيص يكون متأخر من 6 إلى 7 سنوات عالميا. هاي نقطة. النقطة الثانية كما قلت وحسب السؤال الذي سألته، التعامل مع مرحلة ما قبل السكري أحيانا قد يكون تعامل غير كافي. نأتي إلى الجواب على سؤالك، وهو العلاج. أيضا العلاج يجب أن يكون بشكل علمي ومهني وصحيح. اليوم لدينا عدد كبير من الأدوية التي تعالج من الأجيال الجديدة، يعني أنا عندما تخرجت من كلية الطب قبل 30 سنة كان هناك 5 أصناف من الأدوية، اليوم لدينا 25 صنف، يعني نوع مختلف لمعالجة السكري. معالجة السكري ليس بالأمر الصعب، لكنه يحتاج إلى دقة في التعامل
وأن يكون الطبيب المختص هو الذي يعالج يعني المرض، لأنه كل لا يوجد لدينا مرض، يوجد مريض، فكل مريض يمكن أن يكون تكون المقاربة مختلفة عن المريض الآخر حسب وزنه، حسب عمره، حسب جنسه، حسب الأمراض الأخرى المتابعة له. لذلك يجب أن يكون العلاج ليس عن طريق الإنترنت، ولا أنه أنا أخذ يعني دواء جارة أو جار أو لا، يجب أن يكون هذا من قبل الطبيب المختص والمتابع للمستجدات الجديدة في معالجة السكري. دكتور حامد، تحدثت عن تغيير نمط الحياة وأكدت على هذا الموضوع، وكأنك تقول البدانة يمكن قد تكون هي المسبب الرئيسي للسكري، والسكري للأسف هو من الأمراض المزمنة. ماذا تقصد بتغيير نمط الحياة؟ يعني هل هو طبعا اليوم تفضل. اليوم هناك تزايد في مرض السكري وتزايد في البدانة، يعني بشكل مخيف جدا. اليوم أكثر من 40% 50% 60% من السكان يعانون من زيادة وزن أو بدانة، وأكثر من نصف هؤلاء يعني 65% منهم وأكثر لديهم يصابون بالسكري لاحقا آجلا أم عاجلا. لذلك يعني الشق الأول من العلاج يجب أن يكون هو تغيير نمط الحياة، هذا الشق الأول والأهم. تغيير نمط الحياة يعتمد على جناحين، له ركيزتين. الركيزة الأولى هي الغذاء الصحي، الغذاء الصحي من ناحية الكمية ومن ناحية النوعية. والجناح الثاني الذي الطير لا يطير إلا بجناحين، الجناح الثاني هو الجهد البدني. مع الأسف اليوم بدأنا نبتعد عن الجهد البدني، عن ممارسة الرياضة، عن المشي ضروري بشكل كبير جدا جدا. لذلك دائما يجب أن يكون هناك تغيير نمط حياة، وهو الخطوة الأولى والعلاج الأهم في معالجة مرض السكري. دكتور مصطفى، ماذا عن أكل الحلو؟ يعني كلياتنا بنحب الحلو، ونحن كمان هلا مقبلين على شهر رمضان المبارك إن شاء الله. عاد الله علينا وعليكم بالخير والمن والبركات. آمين. قبل ما أخذ نصيحتك لرمضان لمرضى السكري، هل أكل الحلو والإدمان على أكل الحلو تنصح به، أو هو مسبب من مسببات السكري، ولا تقول للناس كلوا حلو؟ لا، الموضوع ما له علاقة أبدا بما تشتهون. يعني بشكل عام الإنسان الذي لا يعاني من أي يعني عوامل بيئية أو عوامل وراثية، كما قلنا يعني لا يوجد بالعائلة أحد عنده سكر، لا يعاني من بدانة، لا ويحرق ما يأكل، يعني عنده نشاط بدني، فلا مانع من أن تناول الحلويات ضمن الكميات المحدودة ضمن المعقول. دكتور يعني كمان ما نكتر، يعني صراحة بغض النظر، يعني هي أساسا ما كتير الحلو يعني مرغوب فيه. نصيحة أخيرة دكتور حامد، يعني نصيحة وقائية للناس يعني عشان ما يصير معهم سكري، وأيضا ماذا تنصح لرمضان بعجالة دكتور؟ النصيحة تغيير نمط الحياة، هذا هو الأساس، النشاط البدني والغذاء الصحي، هذا لكل الناس. بالنسبة لمرضى السكري، أول نصيحة أولا أن يسارع في زيارة طبيبه اليوم، بكرة، قبل، بعد. لذلك يجب زيارة الطبيب قبل بدء رمضان من أجل ترتيب الأدوية واختيار الدواء المناسب بالنسبة لمريض السكري. طبعا هناك مرضى سكري لا يستطيعون أن يصوموا، النوع الأول الذي عنده الإنسولين السكر غير منضبط، وهناك كثير من المرضى صراحة يستطيعون أن يصومون بشكل صحي وطبي بدون أي مانع. لكن يجب الطبيب هو الذي يعني يحدد، وربما يختار يغير موعد الأدوية أو نوع الأدوية التي تتناسب مع شهر رمضان الكريم. أعاذ الله علينا وعليكم بالخير والأمن والبركات. شكرا لك دكتور مصطفى حامد أغلو، حييك، نورتني. لا لا لا، ولا يهمك ولا يهمك، يعني هذه الأجواء الصباحية بالعكس، يعني بنقول بشرة خير، يا رب يكون هذا كل شيء خير إن شاء الله يا رب. وبدي أقول لك رمضان كريم إن شاء الله عليك يا دكتور، كريم على الجميع إن شاء الله. الله يسعدك يا رب، ابقى بخير. تحياتي لك دكتور مصطفى حامد أغلو، يا مرحبا. سلامة قلبكم جميعا. الوقاية درهم وقاية خير من قنطار علاج، هذا اللي بنأكد عليه وأكد عليه الدكتور حامد. وموضوع كمان أنه التعب البدني حلو كتير نقضي مشوارنا، إذا بيتنا منه بعيد معلش نروح مشوار نتمشى عليه، بلا ما نروح لعجلة المواصلات، اللي معه سيارة اترك سيارتك شوي تمشى غير جو. هاي القصص كلها بتفيد صحتنا مثل ما أكد الدكتور حامد. أتمنى الصحة للجميع. سلامتكم جميعا حبايبنا متابعينا. لهون وصلت معكم لختام هذه الحلقة من صباح
صباحك مسك، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صباح جديد ومشوار جديد. من هلأ لبكرة بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو. أنا أعود وألتقي بكم بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة بمشوار على اسطنبول. كل المحبة، إلى اللقاء. صباحك مسك، صباحك عنبر، وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرضي بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول أنساب عشق، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر.